الكابتن أين لوكسوس والذي يملك أكثر من 30 سيارة كلاسيكية ولكل سيارة حكاية. بداية مشوارنا الصباح اليوم راح يكون معي من لوكسوس حتى يحكي لنا عن حبه لاقتناء سيارات. صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم. هي هواية وشغف ابتدى بال2005. طبعا قبل هيك كانت الهواية موجود لكن ما كنت أقدر أني أقتنيهم. بال2005 ابتدت هاي الهواية من دبي دولة الإمارات العربية، وانتقلت من قبل حوالي 5 سنوات للأردن، والحمد لله جبتهم كلهم معي وتجمركوا وترخصوا. إذا بدنا نحكي اليوم عن أول سيارة موجودة عندك، متى اقتنيتها؟ أول سيارة موجودة بالمجموعة هي الكورفيت الموديل 63، بسموها كورفيت ستينجري أو الكورفيت الكشف. هاي السيارات شو بتعني لك؟ شو بتشكل إشي من شخصيتك؟ والله هي جزء من حياتي، وأكثر وقت بقضيه بهذه الهواية، بقيادة هذه السيارات، بتصليحها، بالعناية فيها، فبتعني لي الكثير طبعا. هو زي ما حكيت لك، هو شغف مش بس هواية، حب لهذه السيارات وللتاريخ تبعها ولتصنيعها للتصميم تبعها. هاي السيارات بحاجة إلى عناية خاصة. أكيد هناك في يعني صيانة دورية لهذه السيارات، تغيير زيوت وتغيير فلاتر ومياه وإلى آخره. طبعا المشكلة اللي بتواجه أصحاب السيارات الكلاسيكية بالأردن أو معظمهم، اللي هو عدم توفر القطع هاي مقارنة بدول أخرى. مثلا في أمريكا تقدر تجيب أي قطعة خلال ساعة، أوكي، هون لا، بدك تحاول أنك تطلبها على الإنترنت وتوصل لك وتحاول تخلص عليها وتدفع عليها الجمارك. فهاي من الأمور اللي يعني من الصعوبات اللي بتواجه جميع أصحاب السيارات الكلاسيكية بالأردن. أيمن والذي يحافظ على تلك السيارات لتصبح اليوم تحفة فنية لا مثيل لها.